نظام دفاعي جوي متطور في العراق أصبح مسألة مهمة تخص السيادة العراقية، تطالب بها جهات سياسية ونواب داخل البرلمان العراقي، خصوصا بعد أن اتضح أن الأجواء العراقية مفتوحة على مصراعيها لتنفيذ ضربات جوية من عدة دول داخل الأراضي العراقية. الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي يرى كثيرون أنها دخلت حالة من الغيبوبة بعد رؤيتها النور بقليل وضعف إمكانية القوة الجوية العراقية، شجعت نوابا عراقيين بمطالبة رئيس الوزراء العراقي بصفته القائد العام للقوات المسلحة للتعاقد مع روسيا من أجل شراء منظومة الدفاع المتطورة التي أنتجتها موسكو الS-400. هناك محاولة حثيثة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لغرض إرضاء العراقيين بشراء منظومة الباتريوت بدلا عن الS-400 والS-300، لكنها لم توفق لحد هذه الساعة لنتيجة وجود نية مسبقة لدى العراق من زمن حكومة المالكي الثانية وحكومة السيد العبادي السابقة بعملية التعاقد مع روسيا الاتحادية لغرض الحصول على هذه المنظومة المتقدمة. أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدوا في تصريحات صحفية سابقة أن خطوات عراقية جادة ستؤخذ من أجل عقد صفقات مختلفة من أجل تدعيم الدفاعات الجوية العراقية مع روسيا ودول أخرى، لكن واشنطن قد تقف بالضد من تحرك مماثل. في ضوء التطور الآن الذي حصل من خلال ما يشار إلى وجود طائرات مسيرة أو غيره، أصبح بالفعل السماء العراقية تحتاج إلى منظومة سيادية من حيث الصواريخ، وبالتالي إذا واشنطن فتحت ولم تقبل، عند ذاك يصبح ضروري للعراق أن يتحرك إلى دولة أخرى، لأن هذا يعني أن واشنطن تكيل بمكيالين على مستوى التسليح ولا تتعامل بشفافية مع هذا الموضوع. وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور بغداد وأربيل في شهر أكتوبر المقبل من أجل بحث العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا، والتي تمتد ل75 عاما واستندت على التعاون العسكري بالأساس، مما يرجح طرح ملف الS-400 خلال هذه الزيارة. يؤكد خبراء السياسة أن واشنطن لو كانت تتعامل مع بغداد كحليف استراتيجي لالتزمت معها بالاتفاقية الأمنية التي وقعت عام 2008 والتي من أهم بنودها حفظ أمن العراق وسيادته عند تعرضه لأي اعتداء خارجي، بل وأنها ستقف بالضد من إتمام أي صفقة عسكرية قد تعزز تلك السيادة كصفقة الS-400. مصطفى القطان، قناة الغد، بغداد.